الإنسان ومع مجسم هجن الرياسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدين متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة والمسرات. أرحب بحضراتكم مع انطلاقة شوطنا الثالث الخاص بفئة الأبكار اللقاية، والجائزة هي سيارة ضمن هذه الفعاليات وهذه التحديات، تسعيرة هجن الرياسة الخامسة المقامة هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. المسافة هي 5 كيلومترات. حاملة لهذا التحدي، مرحبة بشعار أبناء القبائل التي تزين عاصمة الميادين، أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط. الله يا إنجاز، إنجاز على المركز الأول بشعار العملاق العيناوي. تقدمت إنجاز مبارك بن مظفر بن محمد العامري مقدما لاسم إنجاز المركز الثاني. أتابع هنالك انطلاق وتواجد انتباه حمود بن سعيد بن حمد اليحافي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث ليتابع الانطلاق المميز جمرية القادمة سعد بن عنزان آل عنزان النعيمي، يتقدم الآن النعيمي إلى مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني هنالك اليحافي، بينما المركز الثالث بقيادة الشعار العملاق العيناوي يتقدم على مستوى المركز الثالث. نتابع الأسماء القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام، من تعلن حضورها من الجانب الأيمن هنالك الانطلاق المميز. هنالك وصفة مطر بن حمد بن مبارك المهيري ينضم إلى المركز الرابع خامس التحديات. أتابع هنا نجوى خميس بن سعيد بن سبت الخيالي يقدم لنا نجوى. المركز السادس مصيحة العثة بن خزع بن العثة العامري يتواجد هنا على سادس التحديات. بينما المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع هنالك الشاهنية سعود بن ثابت بن علي الوهيب القادم على المركز السابع. المركز الثامن بيان لسيد خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن بروك الحميري. بينما المركز التاسع هنالك مشاهدينا متابعينا الكرام الاسماء القادمه، وضوح جابر بن حمد بن علي العذبي يتقدم الان على المركز التاسع. المركز العاشر ختام هذه الجوله هنالك الاسماء المتواجده سلسبيل مظفر بن محمد بن حسن العامري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات. السيارة لمن؟ التسعيرة لمن؟ الفوز والانتصار لمن مقدمة الشوط؟ الله يا الوهيبي. القيادة مع انتباه، انتباه على المركز الأول حمود بن سعيد بن حمد الجحافي. المركز الثاني نجوى من الجانب الأيمن، نجوى يقدمها خميس بن سعيد بن سبت الخيالي يبحث عن الناموس بن سبت، يأتي هنا على ثاني الانطلاق. المركز الثالث هنالك بيان خالد بن سعيد بن عبد الله الحميري بن بروك على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الكاسبية أمس السبيل مظفر بن محمد بن حسن العامري ينضم إلى كوكبة التحدي إلى كوكبة المركز الرابع. يا سلام. المركز الخامس هنالك من الجانب الأيمن إنجاز مبارك بن مظفر بن محمد العامري يتواجد هنا على المركز الخامس. خمسة نجوم، خمسة عمالقة، وهنالك أسماء وشعارات نتابعها قادمة ما بعد خمسة النجوم الأولى. المركز السادس وضوح القادمة جابر بن حمد بن علي العذبي، يا سلام، يصل على المركز السادس. المركز السابع مغيثة القادمة خليفة بن مبارك بن علي المنصوري. هنالك على المركز الثامن وصلت وصفة مطر بن حمد بن مبارك المهيري يتقدم شعار المهيري ويصل مع هذا الأداء الجميل. وهنالك القادمة من هو؟ خليل بن راشد بن علي الشامسي، وصل الشامسي. وأيضا هنالك الأسماء القادمة، وصل ابن الغربية يتقدم الآن، وممثل السلطنة شعار حمد الوهيبي يصل أيضا مع هذا التقدم الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط. سلسبيل، سلسبيل على المركز الأول مظفر بن محمد بن حسن العام.
العامري العامري الله يا العامري ينطلق على المركز الأول ينطلق على مقدمات الشوط. مغيثة تحتل المركز الثاني، خليفة بن مبارك بن علي المنصوري المركز الثالث، وصل شعار هداف الرموز يتقدم الآن مع هذا الانطلاق الجميل والمميز على مستوى المركز الثالث. يا سلام على هذا التقدم الهائلة، محمد بن الويهي الجحافي على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك القادمة والمنطلقة على رابع التحديات، تنبيه ولكن نعود مع مقدمة الشوط، سلسبيل سلسبيل لا زالت المسيطرة، مظفر بن محمد بن حسن العامري الله يا العامري عماري العامري على المركز الأول مع الناموس، مغيثة خليفة بن مبارك بن علي المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث الهائلة الهائلة قادمة على ثلاث التحديات، محمد بن الويهي الجحافي يتقدم الآن، وأيضا الأسماء الواصلة مشاهدينا، تنبيه جاسم بن حميد بن محمد الحجري على المركز الرابع. ولكن مقدمة الشوط أعود إلى التغيرات التي طرت وجرت على المقدمة، مغيثة مغيثة خليفة بن مبارك بن علي المنصوري ينطلق هنا على المركز الأول. جولة الأوامر جولة التحديات، يا سلام مغيثة 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 تبحث عن الناموس، انطلقت الآن خليفة بن مبارك بن علي الله بقيادة سالم بن عمان المهيري الله على هذا الأداء الجميل. ولكن سلسبيل سلسبيل عادت في الأمتار الأخيرة، مظفر بن محمد بن حسن العامري لمن الناموس، سلسبيل مغيثة مغيثة سلسبيل السيارة لمن قلب الأسد، وصل مع سلسبيل الله الله على هذه التحديات مغيثة وسلسبيل. ولكن سلسبيل تهانينا والناموس لمالك سلسبيل مظفر بن محمد بن حسن العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مغيثة خليفة بن مبارك بن علي المنصوري. المركز الرابع أم المركز الثالث الهائلة محمد بن الويهي الجحافي. المركز الرابع مشاهدينا وتابعي الكرام همس محمد بن مطر بن زايد المنصوري. المركز الخامس وصلت تنبيه جاسم بن حميد بن محمد الحجري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك سلسبيل مظفر بن محمد بن حسن العامري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 7:27:03. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت مغيثة خليفة بن مبارك بن علي المنصوري بتوقيت 7:27:06 6:00. المركز الثالث الهائلة محمد بن الويهي بن الهي الجحافي، التوقيت الزمني 7:30:03. تهانينا والناموس.